أثار الحكم الصادر من محكمة جناح سيدي جابر بالأسكندرية الأربعاء الماضي بسجن 14 فتاة من حركة 7 الصبح التابعة لجماعة الإخوان المسلمين 11 عاما، أثار جدلا واسعا في الشارع المصري وبين القوى السياسية، واعتبر الكثير الحكم قد عاقب بقسوة مجموعة من الفتيات بينهن قاصرات لمجرد اشتراكهن في مظاهرات تدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي. الحكم الذي صدر من محكمة أولية ويمكن استئنافه نص على حبس كل فتاة 11 عاما وشهر وإيداع 7 فتيات أحداث في دور الرعاية الاجتماعية لعدم بلوغهن السن القانونية بتهمة التحريض على العنف وتعطيل حركة المرور والانضمام لجماعة محظورة. حركة 7 الصبح التي تم تشكيلها في الأسكندرية من فتيات جماعة الإخوان، حيث قمنا بالتظاهر في 31 من أكتوبر الماضي وتشكيل سلاسل سلمية يحملون بالونات وشعارات مؤيدة للجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي، لكن أجهزة الأمن ألقت القبض على 21 فتاة ووجهت لهم تهم التحريض على العنف وتعطيل حركة المرور وحيازة أدوات للاعتداء على المواطنين. وفي الوقت الذي صعدت فيه جماعة الإخوان من احتجاجاتها في الشارع تضامنا مع فتيات 7 الصبح وقامت العديد من القوى السياسية بتوجيه انتقادات، أعلنت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة سكينة فؤاد أن الرئيس المؤقت عدلي منصور وعد بإصدار عفو رئاسي عن بنات 7 الصبح ولكن بعد صدور حكم نهائي في القضية. لكن الحركة في بيان على صفحتها الرسمية قالت إنها ترفض أي عفو رئاسي وإنها ستواصل التصعيد والاحتجاج لخروج الفتيات دون أي شرط أو ضمانات.